وطيبة روح الله عيسى بن مريم عادة شر الله وعدوكم صدق الله العلي العظيم. كتاب الإمام علي تدري كتيبة حربية بعنوان روح الله عيسى بن مريم. أهلا من أبو فاضل بيد شدي كلها تشتد على قلب درع حب علي خليه الله يشهد عليك من أبو فاضل بيد شدي كلها تشتد على قلب درع حب علي خليه هويتي كتائب على الجندي هويتي عقيدة ودين عندي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن أبناء سهل نينوى من الطائفة المسيحية جئنا إلى هنا لنتحد ولنكون يدا واحدة ضد عدونا الذي هو عدو مشترك لجميع الطوائف والقوميات الأخرى. لذا قمنا بتشكيل كتائب باسم روح الله عيسى ابن مريم المتوحدة مع كتائب الإمام علي عليه السلام لنكون يدا واحدة ضد كل من أراد أن يخلق الفتنة بين هذا الشعب الأصيل. وهذا يدل على أنه لا فرق بيننا، فنحن شعب واحد مهما كانت قوميته أو دينه، فنحن يجمعنا العراق وهو بلد أجدادنا. لذا علينا جميعا الوقوف بوجه كل عدو يحاول زرع الفتنة بيننا، والكل يعلم كيف هجرنا من مناطقنا ومن كان سبب في ذلك. والآن نحن جاهزون لتحرير مناطقنا وأرضنا التي سلبت منا مع أخوتنا الشيعة، قادمون يا سهل نينوى. أما أن نعيش بكرامتنا أو نموت بشجاعتنا، مسؤول كتائب روح الله عيسى ابن مريم التابع لكتائب إمام علي عليه السلام. ما زلنا نجري الحوارات مع هؤلاء الأبطال. نعم يا زميلي محمد، أيضا نلتقي بأحد هؤلاء الأبطال البطل يوسف. يوسف يعني حدثني عن استعدادكم لمواجهة داعش. والله اليوم اجت إلى ناخة يعني المعسكر تاجي متحد لنا ويا أخوان الشيعة مع كتائب إمام علي. زين يوسف، ليش يعني هسه احنا خلينا نكون واقعيين، هواي فصائل هي اللي جاي تقاتل هؤلاء الداعش وما سموه باسمه، ليش اختاريت كتاب الإمام علي بالذات؟ لأنه كتاب إمام علي أقوياء ويحبون المسيحيين، وإحنا كلنا أخوة، ماكو فرق لا سني لا شيعي لا مسيحي، وإحنا اتحدنا ويا الشيعة. يعني هسه أنت متحمس تريد تروح تقاتل بالموصل؟ نعم، إحنا مو جبناء، إحنا جينا على مود نختار الشيعة. المسيح لهم تاريخ مشرف. ديارنا الرئيسية بالعراق هي ديار المسيح. مواقفنا البطولية في الحروب مع الإسلام ذاتنا مع علي بن أبي طالب عليه السلام. واقعة فراسة مشهورة، تاريخها مشهود قريب موجود بالأساسية. التاريخ أجدادهم وأعمامهم من ضمنهم وهب المطاني مع الواقفين عليه السلام. هو وأمه وزوجته. سيدنا جون، سيدهم جون، سيدنا عيسى عليه السلام، أحلى الإسلامية وأفضل الإسلام. وداعش ما يفرق بين شيعي بين مسيحي بين سنة الأنبار سنة صلاح الدين، ما يفرق سنجار عن موصل عن النجد عن البصرة عن بغداد، ما يفرق بين يزيدي بين المسيحي بين الكردي بين الشبشي بين العربي بين التركماني. إذن هو بالكل الإنسانية. إحنا إن شاء الله مستعدين لمقاتلة أعداد الإنسانية مثل ما اتحد جون ووهب مع الموت إن شاء الله. بيكون البركة، يعني استعداداتهم عالية وتهيئهم لقتال هؤلاء أشباه الرجال، وما زالوا في خضم التدريب للوقوف بوجه داعش وما يسمى بهذا الاسم. ابقوا معنا. الله يشهد عليك من أبو فاضل بيد شدي. نلتقي بأحد هؤلاء الأبطال المقاتل سلوان. سلوان يعني حدثني عن عزيمتهم واستعدادهم لقتال داعش.
صراحة احنا سلبت مناطقنا، اغتصبت اراضينا، وجينا انضمينا الى كتائب الامام علي كيف هم ناس قال ناس جاي يحررون جاي يشتغلون يعني بعزيمة بقوة. جينا انضمينا منهم، احنا مسيحيين الشاهلمينهم قومية سريانية الارامية، جينا حتى نصير ايد وحدة ضد عدونا، عدونا مشترك ولازم نحاربه ونقاتله من اجل وحدة شعبنا. زين شلون تدريبكم هسه استعداداتكم؟ تدريبنا حيل زين وكلش قوي وما مقصرين ويانا اخوتنا، وان شاء الله راح نطلع فيهم نقاوم ونحارب ان شاء الله. يعني العزيمه واحده، عزيمه واحده ان شاء الله ننتصر. زين شنو احساسك يعني الموصل هي المحافظه اللي انت تعيش بيها واليوم يحتلوها هذول اشباه الرجال، شو تقول لهم؟ شو تخاطبهم هسه؟ احنا جايهم ان شاء الله بعون الله ان شاء الله نجيهم وما نعوف ارضنا، خاف يريدون يهجرون، احنا ما نهاجر، احنا مو الناس اللي تهاجر تعوف بلدهم، احنا لنا تاريخ، احنا المسيحيين السريان لنا تاريخ وما نعوف ارض اجدادنا، ما نعوفه نبقى هنا نحارب يا اما نعيش كرامتنا يا نموت بشجاعتنا. يعني عندكم كتيبه ايضا، كتيبه سنجار اللي هي ايضا تقاتل بموصل، يعني ايضا من الديانه المسيحيه، شنو رايك فيه؟ نعم احنا يعني هم ناس اطفال على طريقهم ويانا، احنا اتحدنا كلتنا صرنا يعني 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 عدونا مشترك، لازم نتحد في ريد وحده ونحاربهم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ها هو خطاب الابطال عازمون على طرد هؤلاء اشباه الرجال ما يسمون بداعش وما راكب ذلك. ابقوا معنا. فقدنا هؤلاء الأبطال، نرى اليوم المسيحي وأيضا الشبكي يتحدون معا بيد واحدة لمقارعة هؤلاء أشباه الرجال ما يسمونه بداعش. شلون استعداداتكم اليوم؟ والله الحمد لله استعداداتنا مفعولة، يعني احنا منتظرين الخارج إن شاء الله ورايحين نسأل، واحنا جايين يعني إن شاء الله جايين هنا نلبي النداء اللي ما جاي في ذلك السنة إن شاء الله، رايحين منتظرين إن شاء الله ونفس الحديث المهمين إن شاء الله، وإحنا متوحدين إن شاء الله ويا أخواننا المسيحيين وإحنا من نفس المنطقة وإحنا إن شاء الله العراق. الحاج ابو سيف اللي يشرف على تدريب كتيبه روح الله عيسى، حاج حدثنا عن تدريب هؤلاء الابطال. بالبدايه احييكم على لقائكم هذا اللطيف، واللي اريد اقول انه هؤلاء الثله من الشباب اثبتوا ان العدو مشترك، عدو يستهدف الانسانيه، لا يستهدف فئه معينه ولا طائفه معينه، بل هو عدو يستهدف الانسانيه بكاملها، ومن هذا الأساس اندفعوا هؤلاء الشباب من إخواننا المسيحيين نخوة وطاعة وامتثالا لنداء الوطن والدفاع عن الإنسانية بالدرجة الأولى وعن كينونتنا أجمعين. الظرف الحالي أثبت للعالم كله أنه هذا العدو النجس أجلكم الله هو عدو مشترك لكل الإنسانية، وبما أنهم هم ناس مثلنا فلذلك العدو يعتبر عدوهم، عدونا وعدوهم مشترك، والعلاقة بين الدين الإسلام والدين المسيحي علاقة وطيدة، هي امتداد، يعني الدين الإسلام هو امتداد للدين المسيحي والدين اليهودية، ولذلك هم مضطهدين. العدو اللي موجود حاليا اللي نقاتله عدو لا يفرق بين المرأة والرجل والشيخ والكبير، ولا بين سني ولا بين مسيحي ولا بين شيعي ولا بين آثوري أو كلداني أو تركماني، فلذلك اشتركنا وجمعتنا مثل ما جمعتنا الإنسانية جمعتنا أو جمعنا العدو المشترك. يلا يشهد عليك من ابو فاضل بيد شدي. لرجال الدين دور محوري بتدريب هؤلاء الابطال. نلتقي مع الشيخ احمد الربيعي. شيخ حدثنا عن دوركم كرجال دين بتهيئه هؤلاء الابطال. نحن واقعا اليوم اتينا الى هذه الساحه المباركه لتقويه عزيمه الاخوه المقاتلين، الا اننا وجدنا هذا عكس
ما جئنا به، واقعا ما جئنا به لتقوية عزيمتهم وإرادتهم، أما ما وجدناه اكتسبنا منهم عزيمة وإرادة وإصرار على مقارعة ومحاربة الأعداء والوصول إلى أقصى نقطة في البلد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنا من خلال اليوم تفقدنا يعني شفنا الرجال المسيحيين أيضا معكم. هذه سبحان الله الأيام تعيد نفسها، أن أصحاب الحسين سلام الله عليه ورضي الله عنهم بذلوا قصارى جهدهم، ونرى أن مع أصحاب الإمام الحسين كانوا نفرا من المسيح، واليوم المسيح أيضا يأتوا مع من ينصر الحسين. ومناصرين الزهراء نسمع الرد كفك وبصوت يترادى في الموت يوضع الحل كل ما يريد روح يفكر يفوت نسمع الرد كفك وبصوت يترادى في الموت زورة السيدة العذراء سيد الصاعد استريح قدام الفصائل الصاعد دورة تحية الإمام السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى الأطهار السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله وبياكم. الله يساعدكم ويعينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والأنبياء والمرسلين وصحبه المنتجبين. اليوم أريد أحكي نقطتين. موضوعين باختصار. النقطة الأولى شبه تاريخية أو تاريخية بلا ترتبط بعصرنا الحالي. هذا الجمع المبارك من الإخوان المسلمين، من إخوان المسيح، من تركمان، من شبك، شيعة، هذا أعتقد به نسيج عراقي وطني يستحق التحية. التاريخ يقول حبيبنا أبي طالب سلام الله عليه وأهل البيت سلام الله عليه التقوا مع المسيح لقاء الصلاح والإصلاح، لقاء حب الإنسانية، التضحية من أجل الإنسانية. لا علي بن أبي طالب سلام الله عليه عرض على براثة أن يكون مسلم، ولا براثة عرض على علي بن أبي طالب أن يكون مسيحي، لكن اتحدوا بقضية واحدة وهي الدفاع عن الإنسانية، الدفاع عن المظلوم بمحاربة الظالمين. وجدد التاريخ في عصر الحسين عليه السلام ضد الظالمين والطغاة بموقف وهب النصراني وأم وهب النصراني وزوجة وهب النصراني وسيدنا جون سلام الله عليه. التقى من جديد الحسين المسلم سلام الله عليه مع وهب وعائلته وجون العبد المسيح النصراني مع المسلمين والمسلمين مع المسيحيين. سبحان الله، بعد 1400 سنة نلتقي من جديد أتباع أهل البيت سلام الله عليهم مع أتباع أولئك السادة عيسى بن مريم، مريم بنت عمران، وهب النصراني، أم وهب، زوجة وهب، وجون سلام الله عليهم. نبارك هذا الجمع ونحييه ونشد على أزره، أريد التكاتف الحقيقي والأخوة الحقيقية العراقية الوطنية الدينية، أقرب الناس إلى المسلمين المسيح.
واقرب المسلمين الى المسيح تهدي سلام الله عليه. وما اعتقد اكو خلاف على هذه القضيه، والدليل وجودنا على ارض معركه. دمنا واحد وعدونا واحد. ما يفرق بين مسلم شيعي ولا يفرق بين مسيحي بروتستانتي كاثوليكي اورثوذكس. ولا يفرق بين القوميات، هذا كردي هذا عربي هذا كرداني هذا يزيدي هذا شبكي. فعدو الانسانيه واحد. لازم الكل تتفق توافق بالايدي والالسن بالاعلام بفوهات البنادق ضد هذا العدو المستقر. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي احب اوضحها للاخوان من ناحيه استعداداتهم المعنويه، لابد ان تكون هناك معنويات عاليه على مستوى المسؤوليه، مسؤوليه التحدي لهؤلاء الارهابيين المسمون بالدواعش. على لعنه الله على الدواعش واعوان الدواعش. هذه ساحه تدريب، اول خطوه لساحه الحرب، اول خطوه لساحه الموت، اول خطوه لساحه النصر. إذا كانت معنوياتنا وانضباطنا بالتدريب عالية، إذا النصر محقق في أرض المعركة في أي مكان بالعالم، مو فقط في مناطق المسيطر عليها المحتلة الدواعش. لذلك أركز على الانضباط وعلى المعنويات وعلى مقولة تقول إما النصر أو الشهادة. فاحنا شباب نقول اما النصر واما النصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسؤول على التعبئه والتدريب والتطوير بكفاءه الامام علي. يعني حاج شان شوف اكو تاخي والتلاحم قوي بينك وبين دول الابطال، شلون عزيمتهم؟ والله الاخوان مثل ما شفت منضبطين بالتدريب التعليمات، معنوياتهم مثل ما يقولون حديد، ما في بالهم عدو يخوفهم يرعبهم. مثل ما تشاهد جاي يطالبوننا نخلص التدريب باسرع وقت ممكن، لكن احنا جاي نطيهم ونكثف لهم بالدورات بالمهارات، لان تعرف ارض المعركه مو ارض كلاسيكيه، ارض عصابات، من مسكن الى مسكن، من قريه الى قريه، من بستان الى بستان، مبازل، انهر، شوارع، بمعنى اخر حرب عصابات. فجاي نعطيهم كل ما الله يمكننا سبحانه وتعالى من معلومات ومن مهارات في حرب العصابات ليتمكنوا من الدواعش ان شاء الله. يعني هذه الكتيبه ان شاء الله راح تواكب كتيبه الانبياء وكتيبه السنجار ان شاء الله تعالى. عندنا كتيبتين من اخواننا السنه، كتيبه من اخواننا المسيح واليزيديه، وهذه الكتيبه الثالثه كتيبه روح الله عيسى بن مريم عليه السلام، وتيمنا بسيدتنا العذراء سمينا هذه الدوره بالذات دوره الصديقه مريم العذراء عليه السلام. سلام الله عليها. يعني تكاتف واضح، متآخي واضح، مسلمين، مسيح، شيعة، سنة، ما كفر، كلهم عراقيين وهم قادمون لكم يا داعش، فأين ستفهمون؟ هل حتشتد على قلب درع حب علي خليه هويتي.